كابتن. Do you read me? كابتن. نوت كلمين. الكابتن موجود في الفضاء الحين، يعني 420 كيلومتر فوق في الفضاء، سرعته 8 كيلومتر في الثانية. كابتن، أفحص مستوى الأكسجين عندك. كابتن، يقولون أول صيام هو الأصعب. في 16 غروب وشروق في الفضاء، يعني أمك تسوي لك 16 إفطار كل يوم. كيف تقدر تاكل هالكثر؟ للكابتن. تصبح على خير كابتن. شكرا على كل شيء تسوي لنا. رمضان كريم كابتن.